السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصة نقولها في البداية. دخل رجل على أهلي فلما رأى ما بهم من حاجة خرج إلى البرية، فلما رأت ذلك امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته، يعني ولعت الفرن جعلته يعني يشتغل. أسباب، ما في شيء، ما في دقيق، ما في أي حاجة، هو سعي راح للبر. لا يسألون الناس إلحافا، راح خرج يمشي ما في شيء، جعانين، وهي ولعت النار في الفرن. فلما رأى بهم ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت ذلك امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فسجرته، ثم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت. قال وذهبت إلى التنور، الجفنة يعني مكان اللي يحطه في الأكل كده خلاص مخبوز، إلى التنور عجين يعني، فوجدته ممتلئا. فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا؟ يعني شوف الثقة، يعني في شيء جاكم؟ لأني يعني رحت لله سعي في الخلاء كذا ما في شيء. فرجع الزوج فقال أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا. فقام إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ أما إنه لو لم ترفعها، لأنه هو راح للرحى فكذا اللي هي تطحن تطحن تطحن، دقيق من فين يجي الحب؟ رفع الضحى الرحى وقفت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. ويقول الرجل شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لأن يأتي أحدكم صيرا صبيرا ثم يجعله صبركم. يا شباب نقرأ مضبوط الحديث حتى لا نغلط عليه ونعيده مرة أخرى وأخرى وأخرى. شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لأن يأتي أحدكم صبيرا، جبل ضخم في المدينة، ثم يحمله يبيعه فيستعفف منه خير له من أن يأتي رجلا يسأله أعطيني، هذا أفضل، لأن الله سيعطيك إذا في ثقة، إذا مؤمن بالله. في عالم الغيب صعب الواحد يؤمن بشيء، لكن ليس على المؤمنين. دخل رجل، نعيد الحديث كامل بدون تقاطع. دخل رجل على أهله فلما رأى ما به من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت ذلك امرأته قامت إلى الرحى، ما في حب ولا في شيء تطحن، فوضعتها وإلى التنور فسجرته ونورته يعني ولعته، ثم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفن قد امتلأت، وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئ من اللي شال وعجن وحط في التنور، برضو تقاطع. فرجع الزوج فقال أصبتم بعد شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا. فقام إلى الرحى ينحركها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنه لو لم يرفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول والله لأن يأتي أحدكم صبيرا ثم يجعله يحمله يبيعه فيستعفف منه خير له من أن يأتي رجلا يسأله.
الراوي أبو هريرة، المحدث شعيب الأرناؤوط في تخريج المسند لشعيب، رجاله ثقات. التخريج أخرجه أحمد لفظ الله البزار والطبراني المعجم مختصرا، وصححه الأوائل وصححه من الأواخر الألباني أيضا. الرجل فهم الحديث هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، تروح للجبل هذا تشيله على ظهرك وتبيعه وتكسب أجر وتكسب فلوس أفضل من تسأل الناس شيئا. فلما حصل الذي حصل في البيت ماذا جرى؟ خرج إلى البرية مو إلى الناس، وهي شافته خرج قالت أنا أكد عليك يلا ولع النار وماذا؟ وجيب الرحى حركها، بس حركها كذا على الفاضي. فإذا التنور فيه رائحة الخبز ما شاء الله، وإذا الرحى تدور وتخرج دقيق، وهي تأخذ وتعجل وترمي في التنور، والخير كثير. فلما جاء قال أصبت بشيء؟ قالت نعم من الله. فماذا حجر؟ حرك، من أين يأتي الحب؟ فتوقفت الرحى. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لو لم يحركها لبقيت تطحن إلى قيام الساعة. عطاء الله غير مجذوذ. الشيء اللي اسمه معجزات عند المؤمنين ممسوح من القاموس، لا يوجد، محوه من القاموس، لا يوجد عند المؤمن شيء اسمه معجزات. في الكرامات هذه اللي يقول عليها والمعجزات هذه اسمها ايش عند المؤمن؟ اسمها انا معك. ربنا يقول انا معك، اني معكم اسمع وارى. للمؤمنين اني معكم اسمع وارى، بس الله ولي الذين امنوا. انت تكلم الولي تقول له وليك وليك، يعني مو ولي امرك الاب والام، وليك كل شيء في جميع مراحل الحياة وليس في هذه المرحلة، ويعرف حالك. خرج للبرية، هي حركت الطحة الرحى على الفاضي، ولعت التنور يلا أنا بأطحن الحب وأضعه في التنور، ما في حب، بس سوت الأسباب الموجودة. وهم من أول قبل هذه الحادثة ماذا سمعوا؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان عندك مثل جبل أحد، ها؟ مثل جبل الصبير، ها؟ وشلته على ظهرك، ها؟ وبعته وأخذت المال أفضل من تسأل الناس. هلا كيف هذا؟ حرك الأسباب واسأل ربك، وأصمت عن الخلق صمت، كما سار مع مريم سيدة مريم وصار مع زكريا. إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم. مو ما تكلم في الإيجابي السلبي، ما تكلم في إنك محتاج، إنك فقير، إنك غني، إنك مالك ومال، أنا لا شيء، لست أحتاج الكون كله، رب الكون معي. من يقول هكذا؟ المجانين، صح المجانين يقولون، لأنه كيف بدون هذه الأشياء، كيف هذا ما يفعل إلا المجانين. الآن نادرا المؤمنون لا يقولون شيء اسمه معجز، لا يوجد شيء اسمه أنا الله، أنا بجوارك، أنا موجود. حصلت المعجزة لا تقول معجزة، دليل على أن الله يقول لك ها شوف أنا موجود، ما دمت مؤمن به تفضل. غير المؤمن به لا يحصل على هذه الأشياء، لا يحصل. إذا مؤمن بغير الله لا يحصل، غير الله الأسباب لا تؤمن بها. إيمان بالله والدار الآخرة. طيب والدار الدنيا؟ ما في مذكور شيء اسمه يعني تؤمن بها، لأنها وهم. وهم النار تحرق، وهم الرزق يأتي من الشركة، وهم الله الذي يفعل، ولكن الشركة أمامك فتنظر للمرئي أو لرب المرئي، رب الشركة، رب المستشفى، رب العالم، رب العالمين. فهكذا المؤمن
معي يا ربي. الله هو ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت في الحماية كيف تجد الخوف وأنت محمي؟ إذا مؤمن محمي فلن تخاف ولن يضرك شيء. أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إيمانك ما في ظلم. إيش هو الظلم؟ إن الشرك لظلم عظيم. تشرك مع الله؟ هذا قادر والله قادر. خليك في البعد المادي، البعد الظاهري، البعد الذي عليه 8 مليار ماشي. كيف يحميك ويصير انفجار في بلد ما؟ يحميك. كيف يحميك وأنت الأسباب الرزق معدومة؟ أسباب الزواج معدومة، أسباب معدوم. إذا عندك كيف لسه في البعد الأرضي متأثر مبرمج. أخرج من هذا البعد. كيف تخرج؟ ربنا أداك وسائل الخروج وأنت تستعملها، ولكن تستعملها غلط. الصلاة من وسائل الخروج من البعد الأرضي. الإسلام أصلاً جاء حتى يخرج الناس من هذا البعد الكاذب المزور الذي يقول الأسباب تفعل لا تفعل، وجاء لك بالقصص. ممكن الكلام ما ينفع معك لما يقول لك لا إله إلا الله، يعني لا يأله قلبك ويحب ويعظم أحد ثاني بس الله. ليش؟ لأنه ما ينفع ولا يضر. ما فهمت؟ إذن شو قصة سيدنا إبراهيم؟ ألقي في النار فكانت برداً وسلاماً. شوف قصة الغلام، شوف قصة هاجر في بلد واد غير ذي زرع، غير ذي زرع، وادي 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 بين جبال كذا، ما في زرع ولا في حيوان ولا في إنسان، ومرأة مع طفل لسنين يتركهم، ليس يعني خرج شوية وراجع. لو تركت أنا في شقة بين الناس بدون الإيمان واحد يموت، يقول لك فين من في لك من يطعمني من كذا، يسأل الناس لا يعطون، يسأل الله يعطيه إذا آمن به وليس إذا تلفظ بالسؤال. إحنا مصيبتنا برمجة الدعاء، قل كذا كذا. طيب قلنا يا رب اسقنا الغيث وما نزل المطر. إذن الدعاء ليس ألفاظ، الدعاء قلوب تريد، دعاء قلوب تريد. كيف نحرك القلب؟ كيف نوجه القلب؟ ولو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف العقائد، إذا مؤمن بالله كان معه مو يعني ومعه خلاص وكيفه، لا، يجعل له من كل ضيق مخرج. بدون دعاء بس هو معاك، يرزقه من حيث لا يحتسب. الناس هل كان في الرزق؟ هل كان تعبان 8 مليار؟ أنت مستثنى من حيث لا تحتسب فيه. كيف؟ خليك في البعد. المؤمن بالله لا يقول كيف، كأنك مؤمن بالملك، أنت قريب من الملك، أنت صرت تصب القهوة للملك. ما تقول كيف، تقول خلاص كل شيء موجود، ولو أنا شهاداتي الدنيوية ضعيفة متدنية، لكن أنا قريب من هناك لا أشيلها. كذلك وليس كذلك، أعظم من ذلك، ليكن معك ربك، هو معك أصلا، أقرب إليك بحبل الوريد، الملحد نفس الشيء، لكن من آمن بهذا القريب قليل. كن من القليل، تكون في العزة، في الفوز، في الفلاح، في الأمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الكفر بالطاغوت، الطاغوت مو شيء خارجي، الطاغوت طغيان في قلبك لتعظيم غير الله. خلاص انتهى، ربنا يقول لك خليك معاه. لا يمكن أن يكون إلهين، لا يمكن أن يكون هناك يعني عظيمين في حياتك ولا حبيبين في حياتك، حبيب واحد عظيم واحد، غيره أعطيه من الحب والعظمة بقدره. 60 70 80 100 سنة ورايح الترك كأنها 100 دقيقة.
والباقي أنت مع الباقي. الفاني سوف تتركه، وترى الناس يتركونه ولكن يعظمونه ويحبونه. ما لا لا، هذا الكلمة هذه بس البسيطة التي تراها بسيطة في هذه الجلسة هو كل ما يحتاجه الناس، هو مقصد وجودهم هنا في الأرض، أن يؤمنوا بالله وحده لا شريك له. الكلمة سهلة، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. 100 مرة وإيش صار فيها؟ فضيلتها كذا 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 كذا. لا تتحقق إلا للمؤمن، لا تتحقق الفضيلة هذه إلا للمؤمن، المؤمن والكافر، المؤمن بالله والكافر بغير الله، مؤمن بالله ومؤمن بغير الله. خليك في البعد المادي والأرضي، وحده لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. الشافي وحده لا شريك له. فأنت في التوب، من ناحية الرزق لا تخاف، من ناحية الشفاء لا تخاف، من الفاتحة تقرأ، غيرك يقرأ الفاتحة ما في، فيه شفاء ورحمة للذين آمنوا، غيره لا يجدها. يعني أشياء واضحة في القرآن، لكن لما تتبع يعني شروح وتوضيحات إنسان هو في البعد الأرضي ما خرج منه، ولكنه عنده فصاحة وبلاغة ومؤلف، تضيع. اتبع المؤمنين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.